أهلا بكم بالمحاضرة الرابعة من هذه الدورة المخصصة في شرح برنامج ترفيعات الموظفين. بالمحاضرة السابقة شرحنا كيفية عمل التنبيهات، وفي هذه المحاضرة راح نشرح كيفية عمل الملاحظات، بحيث أنه إذا المنتسب حاصل على كتب شكر راح ينبهنا هنا أنه لديه كذا كتاب شكر. هذه الخانة راح نسميها الملاحظات، وطبعا الملاحظات تعتمد على التشكرات. طبعا يساوي و quotation mark في هذه الخلية، وراح نكتب لديه قدم طبعا فاصلة ومن ثم quotation mark من ثم and، وطبعا نختار من التشكرات نختار كتب الشكر، ومن ثم and ثم quotation mark مسافة quotation mark ثم and ثم quotation mark، وراح نكتب شهر نسد quotation mark ثم enter. لاحظ هنا لديه قدم، طبعا هنا عندنا التشكرات ثلاثة فمباشرة جاب لنا الثلاثة. إذا لاحظ أنه محمد علي عبد الحسين راح يعطينا 2، لو جينا سوينا هاندل راح يعطينا 2. طيب نلاحظ هنا انه طلع لديه قدم شهر اللي هو طبعا الموظف صفاء ناجي، واذا لاحظ انه صفاء ما عنده اي قدم واي كتاب شكر، فلابد انه في هذه الحالة راح نصنع الدالة اف. طبعا نجي على هذه الخلية ناخذ هذه كلها ما عدا اليساوي، يعني نحددها كلها ما عدا اليساوي، ومن ثم كليك ايمن ومن ثم قص. جيد انتر. طبعا هنا راح نحذف كل شيء، نحذف اليساوي، نرجع في هذه الخليه نروح على منطقي اف، وراح نصنع الشرط. الشرط هو اذا كانت هذه الخليه اللي هي كتب الشكر، طبعا نغير انجليزي، اكبر من صفر. أكبر من صفر يعني معناها مو فارغة. إذا كانت أكبر من صفر نعطينا هذه المعادلة، وإذا لا تركها فراغ. طبعا نتركها فراغ يعني نضغط سبيس ومن ثم موافق. نجي دبل كليك حتى يسوي لنا هاندل. لاحظ أنه هنا أنا انطانا فراغ، ليش؟ لأن عندنا هذه الخلية اللي هي أقل من صفر واللي هي فارغة. طيب فقط انه بعض التحسينات ممكن نسويها، ممكن نغير هنا التنسيق الى هذا اللون، وطبعا ممكن نغير حجم الخط الى مثلا 14. طبعا دبل كليك هنا حتى يصير عندنا احتواء تلقائي، ممكن هنا راح يصير عندنا التنبيهات. طبعا فقط نصغر العرض، وعندنا هذين الخليتين او العمودين راح نخفيهن. تمام جدا، الان اصبح عندنا هذا الشكل او البرنامج جاهز. طبعا هنا اخفاء. طبعا عملنا تاريخ الاستحقاق والتنبيهات والملاحظات اللي بيها قدم الكتب الشكر. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نعمل برنامج خاص بالترفيعات. نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.